أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقابة عن البدء بتسجيل الأراضي التي استولى عليها المستوطنون بشكل التفافي على الطابو من أجل منع الفلسطينيين من إمكانية الاعتراض على تسجيلها. وقالت الصحيفة أنها حصلت على وثائق تثبت أن عملية تسجيل الأراضي واسعة جدا وتم مناقشتها على أعلى المستويات بسبب حساسيتها السياسية والقضائية، لكنها تحظى بتأييد من القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمستشار القضائي لوزارة الأمن الإسرائيلية. أفاد تقرير صادر عن نادي الأسير في محافظة الخليل أن شهر حزيران الماضي قد شهد حملات اعتقال واسعة طالت المحافظة وقراها. وحسب التقرير فقد سجل شهر حزيران الماضي كما الأشهر السابقة أعلى نسبة اعتقال على مستوى محافظات فلسطين، فقد بلغ مجموع المعتقلين ما يقارب 100 معتقل من الأطفال والطلاب بمختلف مراحلهم والمرضى، حيث تم اعتقالهم عن طريق مداهمة بيوتهم والتخريب لمقتنياتهم والعبث بما تحويه منازلهم من مواد غذائية وتموينية. في هذه الأثناء اعتصم العشرات من الصحفيين اليوم أمام مقر وزارة الداخلية في مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة كل من اعتدى على الصحفيين قبل يومين من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية. الاعتصام الذي جاء بدعوة من نقابة الصحفيين شارك فيه أيضا وزير الداخلية دكتور سعيد أبو علي، الذي تعهد بمحاسبة كل من تثبت عليه الإدانة في الاعتداء، وذلك بناء على نتائج لجنة التحقيق. قال مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمانة دكتور عزمي الشعيبي إن الواسطة في نيابة محافظة رام الله والبيرة أدت إلى إهدار ما بين 17 إلى 18 مليون شيكل بسبب إتلاف المخالفات في النيابة قبل إرسالها إلى المحاكم. وقال الشعيبي في حديث صحفي إن هذه المخالفات التي بلغ عددها نحو 25 ألف مخالفة تغطي الفترة ما بين شهر حزيران 2010 وأذار 2012 بسبب استحداث نظام جديد في السلطة لتحصيل المخالفات يقوم على دفع المخالفة في البنوك، وإن لم يدفع المخالف خلال شهر تحول المخالفة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة. عقدت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع نقابة المهندسين ورشة عمل خاصة بالأبنية المدرسية الخضراء في فلسطين. الورشة التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات المانحة في فلسطين والمنظمات غير الحكومية شكلت فرصة للاطلاع على آخر النشاطات المتعلقة بالأبنية الصديقة للبيئة فيما يتعلق بالعملية التعليمية. ونختم الموجز بهذا الخبر. فقد غصت قاعة مسرح الأمير تركي بجامعة النجاح الوطنية بالمئات من عشاق ومحبي الغناء والموسيقى في الحفل قبل الأخير الذي أحياها المتنافسون في برنامج المواهب الغنائية غنيها في موسمه الثالث. ولأنها شروط السباق فكان حتما على الرفاق أن يودعوا مجموعة من رفاقهم في كل محطة ليتقلص عدد المتنافسين إلى 4 يتنافسون على اللقب في الحلقة النهائية. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.